السلام عليكم يا شباب، النهارده ان شاء الله هنشرح المالتي ميديا. المحاضره الثانيه دي هي محاضره عامه نظري، يعني مش هنتكلم فيها كلام كتير، هنقول بس كام جزئيه سريعه فيها. يعني ايه مالتي ميديا واللي هي الخصائص بتاعتها وايه هي اصلا المالتي ميديا والكلام ده كله. تمام، اول حاجه كده يعني ايه كمبيوتر بيرسونال. دي معناها ان انا اقدر استخدم الكمبيوتر عشان تعرف تجمع الميديا المختلفه دي كلها مع بعض. يعني ايه بقى ميديا؟ الميديا دي اللي هي عباره عن تكست والايمج والاوديو والفيديو، اي حاجه انتر اكشن معاك. تمام، بكذا طريقه. هي ده يعني باختصار اللي هو المالتي ميديا ابلكيشنز. يعني ايه المالتي ميديا ابلكيشنز اللي انا بقدر اتعامل معاها؟ دي اي ابلكيشن بيستخدم مجموعه من السورس كده، او بيجمع مجموعه من الميديا مع بعض وبتشتغل عليه. المالتي ميديا اصلا دي اللي احنا عارفين انها تكست واوديو انيميشن فيديو جرافيك، لا الايه اي حاجه يعني بتقدر نعمل معاها انتراكت. تمام. المالتي الهيستوري كان من زمان، من ايام ما كان بالاشارات، وبعدين بدانا نعبر بالرسم، وبعد كتابه والقراءه والكتابه والكلام من ده كله، لحد ما وصلنا ايه لحد الايه العصر اللي احنا فيه والتقنيات اللي احنا وصلنا لها حاليا. تمام، وده التاريخ بتاعه من زمان، من 15 سنه قبل الميلاد، وكل حاجه ايه معبره عنها. يعني ايه بقى مالتي ميديا انفورميشن؟ دي المعلومات اللي بتتكون من اكتر من ميديا مختلفه. تمام، بنسميها مالتي ميديا انفورميشن. السيستم، المالتي ميديا سيستم ده اي سيستم قادر انه يعمل لي بروسيسنج على الداتا بتاعتي. تمام، دي السيستم اللي عنده قدره انه يعمل بروسيسنج على المالتي ميديا داتا والابلكيشن. ليه شويه معلومات كده عشان تخليني اقدر اعمل مالتي ميديا سيستم، اللي هو البروسيسنج والستورج والايه والجنراليزيشن. تمام، والايه من تمام دي المالتي ميديا سيستم. كاركترستيك اللي هو كمبيوتر كنترول، دي اللي يقدر يتحكم فيه كمبيوتر علشان الميديا بتاعتي، يعني بقدر الكمبيوتر بيقدر يتحكم في الميديا بتاعتي فيه. انتجريت ديت بتقدر تجمع الداتا، يعني في كل انترفيس اللي انت محتاجها عشان تجمع بيها الداتا بتاعتك. الديجيتال ديت لازم الداتا بتاعتك طبعا تكون ايه، لازم المالتي ميديا عملها كلها ديجيتال. تمام، انتراكشن يعني انتراكتيف ديت اللي هو يبقى فيه انتراكشن ما بين اليوزر والميديا اللي هو بيتعامل معاها، سواء العاب سواء فيديو سواء اي حاجه يعني. تمام، الايشيو. تمام، احنا عندنا الثلاثه ايشو اللي قصدنا دول. الكرييشن دي بمعنى ايه؟ انك تقدر تعمل كرييشن للميديا، يعني تقدر تبدا الميديا بتاعتك ازاي. يعني مثلا انت عايز تعمل صوره، خلاص بتبدا تنشئ الصوره ازاي. تمام، بعد مثلا انك هتاخدها باي اداه، مثلا زي الكابتشر اللي هو يعني ان انا اصور الصوره، ماشي، بعدين بعمل لها ستورج وكمبريس، ان الصوره دي مثلا بخزنها عندي على الهارد ديسك، ونبدا نعمل عليها كومبريشن اللي هو ايه الصوره لو بجوده عاليه قوي واخده مساحه كبيره بنقدر نعمل عليها كومبريشن. الحاجات دي ان شاء الله انا ايه هنتعرض لها خلال الكورس، ماشي. الديستريبيوشن ان انا بقدر ما اعمل الصوره ديت اقدر ايه اوزعها ده لحد مثلا ارفعها على النت خلي الناس تشوفها كده. تمام، ده عامه مش لازم صوره بس، اي حاجه مالتي ميديا، تكست ايه انيميشن فيديو اي حاجه من المالتي ميديا عامه. دي الكومبوننت بتاع اللي هو الكابتشر ديفايس، سواء كاميرا ميكروفون كيبورد. تمام، الاستورج اللي هتخزن عليه هارد ديسك سي دروم، كوميونيكيشن نتورك، كمبيوتر سيستم. تمام، مع الديسبلاي ديفايس اللي هو هتعرض عليه زي شاشات التلفزيون وكده. تمام، دي الكومبوننت في مالتي ميديا. هو هنا قسمها ايه لثلاثه لايرز بالترتيب كده. الكونتنت كريشن دي الحاجات اللي هتعمل الميديا اساسا، اللي هقدر بيها مثلا هصور صوره، هاخد فيديو، هرسم حاجه عامه، هكتب كده، ماشي. الكومبريس والميديا هنا اللي انا ببدا اعمل هنا عمليه ان انا اخزن البيانات في الاستورج واعمل لها كومبريس، وبعدين هنا نبدا ايه نطلعها للناس تبدا تشوفها على اي حاجه. تمام، تلفزيون، نت، نتورك، اي حاجه، ماشي. الكلاسيفيكيشن دي مهمه طبعا، ده كان سؤال بيجي كتير في الميد تيرم، اللي هو بيبقى الكلاسيفيكيشن بتاع المالتي ميديا قال لك ستاتيك او دايناميك. تمام، ستاتيك ده يعني شكل ثابت ما فيهوش حركه، مش بيكون انما الدايناميك ده اللي هو بيكون متحرك كده زي الحاجات الجراف. تمام، يبقى الاستاتيك دي حاجه ثابته والدايناميك دي حاجه متحركه. تمام، مثلا ممكن الاستاتيك ده نقول عليه صوره والدايناميك ده نقول عليه الفيديو متحرك انما الصوره
حالة ثابتة. الريال تايم الكلام ده كله نظري اهو عادي، بس احنا ممكن نتكلم عادي عن الريال تايم والحاجات دي، مثلا لينير والنون لينير. ان اللينير ده لازم المالتي ميديا تكون معروضه بشكل مرتب زي الاي بوك كده، لازم اعدي على كل الصفحات بشكل مرتب، يعني حاجه بتبقى بفهرس، يعني انها تبقى حاجه زي الكتب كده في الاول بيبقى لها فهرس. النون لينير ده بقى ايه، المالتي ميديا مش لازم تكون معروضه في طريقه مرتبه خالص، بيرسون تو ماشين وبيرسون تو بيرسون. تمام، من اسمها ان المالتي ميديا اب ديت عامله زي الجيم، يعني تقدر تتعامل معاها على ايه، كانك بتلعب من كمبيوتر، يعني انت كانك بتلعب كمبيوتر بيرسون تو ماشين، ده حاجه زي الجيم كده. تمام، بيرسون تو بيرسون ده عادي من شخص لشخص، يعني مثلا المالتي ميديا عامله بتكلم شخص من خلال الموبايل مثلا. تمام، انت كشخص بتتعامل مع الموبايل ده اسمه بيرسون تو ماشين، انت كشخص بتكلم اللي جوه الموبايل، يعني انت كده بتعمل بيرسون تو بيرسون، يعني ايه دي بتبقى ايه من خلال طبعا ايه المالتي ميديا. سنجل يوزر بير تو بير طبعا من ايه، سنجل يوزر ده ان شخص واحد بيستخدم الحاجه، بير تو بير دي ما عامله زي الموبايل كده مجموعه لمجموعه مثلا، بير تو مالتي بير ديت دي زي لا شاترو، فاكرين شاترو او مثلا ايه حاجه من حد لاكتر من حد، انا مثلا زي الهانج اوت كده مثلا بيبقى انت وبتشرح لكذا واحد مثلا، بير تو مالتي بير دي انت بتستخدم الميديا. البرودكاست ديت دي زي شبكة التليفون كده. تمام، انواع الميديا اللي بتستخدم اليومين دول، الاستاتيك تايم ديت اي حاجة ثابتة مش بتتغير مع الوقت. تمام، زي التكست مثلا حاجة ثابتة مش هتتغير معاها مع الوقت، ماشي. دي عبارة عن انفورميشن بتحتوي على سيكونس من البيانات، مش يعني عامل الوقت مش بيأثر فيه، ما انا صح. الدايناميك اي حاجه عامل الوقت بقى لو بيأثر في الميديا ديت مثلا زي الفيديو او الساوند، الحاجات دي كده دي اسمها دايناميك. تمام، التكست. تمام، التكست دي الطريقه اللي هو كانوا زمان بيعبروا بيها وما زلنا لحد وقتنا هذا بنعبر فيه، ماشي، اللي هو ايه التكست دي اللي بنكتبه مثلا سواء في كتاب سواء بي دي اف اي حاجه. الهايبر تكست ده تكست ايه مش نون لينير. تمام، يعني مثلا بيبقى ايه اي تكست عليه لينك، تمام، بيديك لاظهر لينك لاظهر تكست تاني، يعني مثلا لو ضغطت هنا ده تكست مثلا مكتوب في ملف وليكن معروض في مقال على النت، لو في كلام في لينكات هنا بقدر اضغط عليها بيبدا يبعت لي الايه لصفح تاني وهكذا، فدي اسمه بيبقى هايبر تكست، بيحتوي على معلومات تانية. وفي برضه عندنا هايبر ميديا اللي هو مثلا بيبقى التكست بتاعك ده لو ضغطت عليه بيوديني يعرض لي صوره مثلا، بيعرض لي فيديو، اللي هو بيبقى ايه في اكتر من ميديا، مش ميديا واحده اللي هو تكست بس، ده زي اللي احنا بنشوفه على النت والكلام اللي هو الورد وايد. الايمج دي مجموعه من البكسل، مجموعه البكسل دي لما بتاخد لون بتصلي الصوره بتاعتي، يعني مثلا دي صوره عباره عن مجموعه من البكسلز، لو لونت اللون ده واللون ده البكسل دي بلون مختلف ودي بلون مختلف ودي بلون مختلف، كونتهم مع بعض هيكونوا لي الصوره. تمام، التعريف ده مهم، البيت ديبس دي اللي هو ايه البكسل اللي بيكون ليه كام بيت علشان يحدد اللون، يعني كل بكسل بيبقى ليه عدد من البيت، لو على حسب البيت ده ببدا احدد اللون، زي مثلا لو عندي 1 بيت يبقى الصوره ايه زي ما احنا شايفين باينري 0 1 بس، يعني يا ابيض يا اسود، لو 8 بيت دي بيبقى ايه درجات الجري بقى كمان، فالصوره بتطلع ايه بدرجات الجري كلها من زيرو من زيرو اللي هو اللون الاسمر والابيض وكل الدرجات الجري اللي ما بين، لو 24 بت دي بتبقى ايه البكسل بتاعه بيبقى ملون، يعني بيعرض له الصوره بالالوان. تمام، يعني التعريف ده حلو، البيت ديبس ده ممكن نتعرض له باي طريقه. الفيديو، تمام، الفيديو ده بيبقى عباره عن مجموعه من الصور او اسمها فريم بقى ورا بعضها، لما يعني انت مثلا الفيديو زي ما بنسمعه عادي احنا بنشوفه ايه حاجه بتتحرك، بس هو بيبقى عباره عن صور كتير كده ورا بعض، لما بنتحطهم ورا بعض بتتحرك بتبان لي العين بتتاثر كانه بيتحرك، ده بيبقى عباره عن مثلا ايه بيقول لك فريم بير سكند اللي هو الفريم ريت اللي هو فريم بير سكند. تمام، ده اللي هو لو بيبقى الديفولت مثلا 24 فريم بير سكند زي ما خدنا في الانيم ستوديو كده إيه، فلما بتعرض 24 فريم في الثانيه ورا بعض يعني كانك 24 صوره بتعرضهم ورا بعض فبيبدا ايه يكون لك ايه الفيديو. تمام، الاسبت ريشيو ديت دي عرض الصوره في طول، ماشي، ان الشائع فيها اللي هو 4 ل 3. تمام، دي اللي هو عرض الصوره للطول. تمام، 4 ل 3
يعني ماشي، يعني مش الفيديو اللي هو بيبقى ايه، ما فيش فيديو مثلا يعني اللي هو الديفولت، ما فيش فيديو بيبقى مربع تمام، يعني تلاقي الفيديو دايما ايه العرض اكبر من الطول، فبيقول لك النسبه بتاعته 4 ل 3. السكاننج فورمات ده نتعرض له قدام ان شاء الله، ده اللي هو بقدر احول منه يعني من 3 دي لل 2 دي مثلا، بتحول الفريم لسنجل عشان تبدا تبعت اشارات وكده. الاوديو، الاوديو ده بيبقى يعني في وحدات زي السامبل، السامبل دي اللي هو بتقيس، بنقيس بالاوديو تمام. الاول يعني ايه ديجيتال الاوديو، اولا بيبقى ديجيتال يعني بيكون مجموعه من السامبل كده، علشان كده الصوت بيكون معمول معاه مجموعه من السامبل يعني تمام. كلام كله نظري مش عارف اقول ايه صراحه فيه. ماشي، عدد السامبل اللي المفروض استخدمها في الثانيه الواحده ماشي، دي اللي هو السامبل ريشيو. السامبل سايز ده مهم جدا، ده بنستخدمه عشان اعرف احول منه يعني من الديجيتال لل من انالوج لديجيتال، ده بنستخدمه عشان نحول من انالوج لديجيتال اللي هو ايه السامبل سايز تمام. هو نوع مثلا بيمر بتشانل واحده او تو شانل او اكتر من شانل، مثلا شانل واحده ده مثلا لو اللي هو صوت الميكروفون بتاع الموبايل مثلا لو بتسجل محاضره، هو مش بيهتم بالصوت قوي، فهتلاقي حتى الصوت بيجي فيه دوشه بيجي فيه نويز تمام. التو شانل بيبقى انضف شويه ماشي، انما اللي هو اكتر من شانل ده مثلا بيستخدم في الحاجات زي اللي هو ايه تسجيل مثلا الاغاني ولا حاجه، لازم ما يبقاش فيه نويز خالص، فبيبقى ليه اوض خاصه وحاجات يعني ايه هي اللي بتبقى خاصه للحاجات دي بالذات، يعني عشان ما ينفعش يطلع نويز مثلا في اغنيه وهكذا، لو ما ينفعش يبقى فيه فقد في الصوت ولا فقد في المعلومه. 2 و 3 دي جرافيك ديت يعني برضو دي بتعتبر من انواع المالتي ميديا، لا الحاجات ال 2 دي وال 3 دي تمام، زي ما واضح قصدنا كده دي 2 دي ودي الحاجات ال 3 دي. كواليتي تمام، الكواليتي بتاع المالتي ميديا ناتشر اوف ميديا، بيقول لك دي في الوقت الحالي احنا حاليا يعني بنستخدم الديجيتال، يعني هي حاجه دلوقتي بنستخدمها فيها الايه الديجيتال. هنا الفوليومز دي بيبدا يشوف بقى حجم الداتا كبير ولا صغير، والريزلت هتكون يعني هتتكون عدد كبير من الميديا ولا الداتا معمول لها كومبريشن ولا لا تمام، يعني انت ايه عايز توصل حجم المالتي ميديا في الاخر كام، السايز بتاعها قد ايه، انتر اكتف يعني الميديا ديت انتر اكتف مع اليوزر ولا لا تمام، اليوزر يقدر يتعامل معاه يعني بسهوله ولا لا، يعني في وسيله تتعامل معاه ولا لا زي الالعاب والكلام من كده تمام. والريال تايم لا الحاجه حاليا يعني انه يقدر يعمل ترانسميت للمالتي ميديا في الريال تايم. مالتي ميديا ابلكيشنز دي بعض الابلكيشنز للمالتي ميديا تمام. هو از مالتي ميديا، ايه من ده كده يعتبر مالتي ميديا، كل دول يعتبروا مالتي ميديا عندي تمام، كرام لايك جيمز والدروينج والريدنج والفيديو دي كلها مالتي ميديا. السؤال ده اللي كان جانا في المتر اللي هو ايه الثوره اللي حصل، يعني المالتي ميديا ايه عملت ثوره ازاي في التحديثات وكده حاليا، فدي كانت الاجابه بتاعته تمام. شكرا.